وحشني يا حبيبي. في لجنة من المنطقة التعليمية طبت على المدرسة فجأة وقلبوا الدنيا، عملوا تحقيق وتفتيش. ليه؟ ضرايب برضو؟ ضرايب ايه يا فواز؟ بقولك لجنة من المنطقة التعليمية. عايزين ايه يعني؟ جات لهم شكاوى يا سيدي ضد الإدارة والمدرسة والمدرسين، بيقولوا فيها ان في بعض المدرسين عندنا في المدرسة بيجبروا الطلبة على دروس خصوصية وبأرقام كبيرة كمان. دروس خصوصية عندنا في المدرسة والعيال في السن ده؟ ليه وازاي؟ لا طبعا اكيد في حاجة غلط، والشكاوي دي اكيد كيدية. للأسف يا فواز اتضح من التحقيق ان الشكاوي دي مش كيدية، وان الكلام ده بيحصل فعلا. في بعض المدرسين عندنا بيعملوا كده، والمصيبة الاكبر بقى ان في ناس من الادارة عارفين الكلام ده وبيساعدوهم وبيقسموا معاهم كمان. لا حول ولا قوة الا بالله، انا مش فاهم حاجة. الناس دي مش تحت ايدك يا صفوت، عملوا كده ازاي؟ ايوه فواز، هم صحيح تحت ايدي بس ما هماش اختياري، انت اللي اخترتهم يا فواز. وانا قلت لك من الاول لازم الاختيار يبقى على اساس الكفاءه. الكفاءه بس انت بقى كانت ليك رغبه تانية. رغبه ايه؟ رغبه ايه وزفت ايه يا صفوت؟ بس رغبه ايه؟ استاذ صفوت معاه حق، وانا قلت لك كده قبل كده ما رضيتش تسمع. ايه اللي جابك كده؟ انا شفتك قلقان قلت اجي اطمن عليك. انا ما احبش حد يتدخل في شغلي. انا مش حد يا فواز، انا مراتك ومن حقي ان انا. الاتنين دول تروح تتحاكمي مع الزباين بتوعك هناك في الجمعيه مش هنا. البيت ده ليه اصول وما ينفعش اي مخلوق يخرج عنها. اتفضلي خش جوه. ليه كده بس يا فواز؟ المدام ما تقصدش يا اخي. ولا كلمه زياده يا صفوت، بدل ما تقعد تقطمني هنا بكلمتين روح شوف حل في المصيبة دي. حاضر يا فواز عن إذنك. ممكن أعرف أنت إزاي بتعملي كده؟ مين اللي قالك تخرجي بره وأنا قاعد بالشكل ده؟ أنت ناسية متجوزة مين؟ الظاهر إن أنت اللي نسيت أنا مين. أنا مش أمينة يا سي السيد، ومش هقبل أبدا إنك تهني قدام الناس ولا حتى بيني وبينك. كاميليا، مش علشان ما قلتلكيش البسي طرحة فده معناه إنك تخرجي قدام أي حد بالمنظر ده. ايوه كده، اظهر وبين على حقيقتك وبين اللي مخبيه ورا الصوره الحلوه اللي ضحكت بيها عليا. صوره ايه وبين ايه؟ انا بتكلم في اصول. الاصول عمرها ما كانت بالكذب والغصب، دي شروط انت بتبليها عليا وده انا عمري ما هقبله. تقبلي ايه وما تقبليش ايه؟ اخبطي دماغك في الحيط. كلام انا هو اللي هيمشي يا خميلة. ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ انت بتلمي هدومك وهتسيبي البيت؟ ما ينفعش اقعد بعد اللي قاله. لا اكسكيوز مي، يعني ايه بقى؟ انت هتمشي كده بعد كل اللي اتفقنا عليه؟ الظاهر اني كنت غلطانه. غلطانه انك وافقتي تتجوزي راجل على ذمته كل الستات دي؟ ولا غلطانه انك خليتينا بني ادمين؟ خليتينا نحس ان احنا مش عرايس بنزين بيت الحاج وخلاص. كلنا غلطنا في حق نفسنا لما قبلنا ورضينا بالوضع ده. وانت عايزه بعد ما صحيتي فينا اللي قرب يموت تسيبينا وتمشي؟ يا اختي انتي صنفرتي عقولنا وشلتي الغمامه اللي على عينينا. يعني انتوا هتكملوا معايا؟ مفيش قدامنا حاجه غير اننا نكمل. تشوفيني متضايق وما تهونيش عليا. انت حتى ما سالتنيش مالك من ساعه ما رجعت من السفر. ما انا ياما سالت. خدت ايه؟ العرض مش ناقص، انا مليان مشاكل.
عشان واحدة وقفت قصادك وحكت لك وقالت لك على اللي حاسين بيه جوانا من غير خوف، بقيت خلاص مش ناقص. يا نهار، ايه اللهجة اللي بتكلميني بيها دي انت كمان؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده انا ناسية نفسي من يوم ما اتجوزتك، لاغية نفسي خالص. ده انا عشت عشانك وليك، ده انا لقيت صحابي العشرة شمع، قبلت اللي مفيش واحدة ممكن تقبله على روحها، اتحملت فوق طاقة كل البشر، بقيت لك أم لما تزهق ولا تقرف من واحدة تيجي وتترمي في حضنها وهي تفضل طول الليل تطبطب، مش كده؟ ودلوقتي مستهتر عليا اغترب نفسي شوية والم اللي فاضل منها. لا انا انهار ولا كاميليا. انت بتعملي ايه هنا؟ دي اوضه كاميليا، انتوا عايزين تجننوني؟ سلامتك من الجنان يا قلبي، اوعى تفول على روحك. لعبه جديده، لعبه جديده من العاب كاميليا. وليه ما تقولش ان احنا كترنا لدرجه يا اخويا ان انت ما بقتش عارف تفرق ما بين اوضنا، زي ما انت برضك كده ما بقتش عارف تفرق ما بين اسامينا ووشوشنا. انت كمان بقيتي فيلسوف يا سميحه، اللي عمرك ما قريتي جورنال. جايبه الكلام ده منين يا سميحه؟ من جوايا يا حاج. صحيح يا اخويا انا عالمي على قدي ودماغي لسعه حبتين، ويمكن برضك اكون غبيه، بس عندي قلب، قلب بيدق وبيحس، وعندي مشاعر بتتجرح، وانت اسم الله عليك يا اخوي ما قصرتش يا فواز، دوست عليها برجلك فحصتها. لا اله الا الله. بس ملحوقه ملحوقة يا حاج، بس بردك محدش بيتعلم ببلاش. عشت عمري كله أتعلم عشان في اللحظة دي أعرف أقولك الكلمتين دول. سميحة بتدور على مين يا حاج؟ انتوا بدلتوا في الاوض عشان تجننوني. وهي تفرق اوضه مين عن مين عن مين عن مين؟ ما في الاخر كل القوى دي صاحبها راجل واحد بس، مهما اختلفت الاسماء. انتوا حكايتكم النهارده؟ النهارده زي امبارح زي بكره زي كل يوم، واحده فينا بتبات متهنيه ومتدفيه في حضن جوزها، والثلاثه التانيين بيبقوا بيخبطوا راسهم في الحيط علشان يتعبوا ويناموا وما يفكروش هو جوزهم هيختار مين فيهم بكرة عشان يبات في حضنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو في إيه؟ أقول لك أنا في إيه؟ في واحدة قلبها وجعها ومليان حيرة ووحدة وحسرة، وواحدة تانية يا عيني عليها خاف تغمض عينيها لتصحى تلاقي واحدة تانية في وشها جاية تاخد حتة من جوزها، وواحدة تالتة قلبها عذبة والكيل طفح منه، وواحدة رابعة روحها طلعت ولا واحد مش حاسس بأي حاجة، واحدة تانية اتجوزت ما عملتش حاجة غلط، بس في نظر جوزها غلطتها الوحيدة انها حملت، مع
ان دي ابسط حقوق.